أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وفي ملفنا الأخير، تفوقت سامسونج على منافستها الأمريكية أبل لتصبح أكبر شركات الجوالات الذكية في العالم من حيث المبيعات خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك حسب بيانات شركة الأبحاث IDC. وارتفعت شحنات الجوالات الذكية على مستوى العالم بنسبة 87% إلى 289 مليون و400 ألف وحدة خلال الفترة من يناير وحتى مارس من هذا العام. وقد جاءت سامسونج في المركز الأول بحصة سوقية تقارب 21%، وبعدها أبل، ثم الصينية شاومي في المركز الثالث. وتراجعت شحنات الآيفون بنسبة 10% في الربع السنوي المنتهي في مارس إلى 50 مليون و100 ألف وحدة، مما يعكس ضعف المبيعات في الصين. وتزايد المنافسة من قبل الشركات المصنعة للجوالات العاملة بنظام التشغيل أندرويد. وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمد خواجة، المتخصص بالتحول الرقمي والتقنيات الذكية. صباح الخير سيد محمد، ولو تحدثنا أكثر عن العوامل التي أدت إلى تفوق سامسونج على أبل في مبيعات الربع الأول. صباح الخير جميعا، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة في هذا الصباح، ونتمنى للإخوان في قطر والخليج العربي أجمع السلامة إن شاء الله. بخصوص ما تقدم حول تطور وضعية سامسونج في سوق الهواتف الخلوية، نجد أن معطيات الوضع بدأت من العام الماضي عندما نجحت سامسونج في التموضع وتركيز جهود متقدمة في تطوير بنية الذكاء الاصطناعي في بيئة سامسونج. فسامسونج كما نعلم من الربع الرابع أطلقت هواتف ذكية تدعم تقنيات ذكية من مستوى جديد، وهذه التقنيات الذكية أتت أكلها في هذا الربع كما تفضلتي. وبالتالي نحن نجد أنفسنا أمام خطة استراتيجية متدرجة من سامسونج أعطتها القدرة على السبق بالتدريج. انتهت نتائج الربع الرابع من العام الماضي بشكل عادي أو أقل من عادي، لكنها كانت مقدمة من حيث إطلاق المنتجات واستقبال النتائج في هذا الربع، حيث نجحت سامسونج في أن تقدم منتج غني بالذكاء الاصطناعي. الآن سأقدم أمثلة عملية خلال هذه المحادثة أو هذا التواصل لأقدم كيف نجحت سامسونج خلال الذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى والتموضع في بيئة الذكاء الاصطناعي في سوق الهواتف الخلوية بأن تكون رائدة في هذا الربع من حيث المبيعات، وبالتالي بناء ثقة أكبر مع الجمهور المستهدف وتقديم مساحة أكبر من الإبداع والقيمة المضافة للجمهور المستهدف مقارنة بمنافساتها اللواتي تأخرنا في بيئة الذكاء الاصطناعي كما سنناقش حاليا. نعم، وكيف تأثرت مبيعات أبل وما الدور الذي لعبته السوق الصينية في ذلك؟ نعم، في الواقع أبل كشركة بطيئة في الحركة، لكنها تقدم على خطوات إلى حد ما مدروسة، لكن تتميز أو يسودها نوع من البطء إلى حد ما كما يعبر معظم المستهلكين المعجبين بمنتجات أبل. تميزت في السنوات الماضية في تقديم منتجات من خلال مثلا التقسيط بحكم قدرة أبل على السيولة، فقد نجحت في السوق الأمريكي والأسواق العالمية بتقديم منتجات من خلال الدفعات والتقسيط من خلال قدرتها المالية العميقة التي تتميز بها عالميا. أيضا في السوق الصيني لم تنجح أبل باستقطاب أعداد كبيرة من المشترين والزبائن، وخاصة مع وجود تنافس قوي من الأجهزة المتعددة شاومي وغيرها. وأيضا نجحت أيضا سامسونج ومنافساتها في
استقطاب شريحة أكبر من السوق الصيني، وبالتالي لم تنجح أبل حقيقة في هذا الربع باستقطاب مساحة أكبر من السوق الصيني على العكس من منافساتها اللواتي نجحنا في تقديم منتج ينافس في السوق الصيني يحتوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي من درجة، وأيضا هو منافس من حيث السعر، وهو أيضا منافس من حيث الهوية. نجد أن المنتج أبل هو منتج عالمي ليس موجه لأسواق معينة بذاتها، وبالتالي المنتجات مثل شاومي وأوبو والشركات الأخرى التي وأيضا هواوي كلاعب رئيسي في السوق الصيني أيضا نجحت في استقطاب الجمهور الصيني وتقديم منتجات ذات قيمة عالية بسعر منافس، وبالتالي نجد أنفسنا أمام وضع صعب لأبل أنها لم تتجدد في طرحها، وأيضا إلى حد ما لم تقدم منتجا منافسا لا في السعر ولا من حيث المواصفات منذ حوالي 6 أشهر، الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من هذا العام. وما هي التحديات سيد محمد التي برأيك تواجه كل من سامسونج وأبل في السوق الحالي؟ حقيقة سامسونج تسعى للابتكار بشكل متجدد. على سبيل المثال نجحت سامسونج واتجهت في الواقع في العام الماضي لكن لم تؤتي أكل هذه التوجهات بالتوجه نحو الهواتف القابلة للطي، والتي في الواقع قدمت نموذج مختلف وغير سائد، وهو توجه جديد في معظم هواتف أندرويد الآن أصبح موجودا، لكنها في الواقع لم تلقى استحسانا على القدر المطلوب عند الجمهور المستهدف. ما زالت الهواتف القابلة للطي هي هواتف غير منتشرة بالقدر الكافي، والجمهور يتردد في اقتنائها بشكل واسع الانتشار. وبالتالي تحدي سامسونج الأولي لأعزز ذلك أنها تسعى إلى الابتكار، ولكن في بعض الأحيان ابتكاراتها تسبق قدرة السوق على التجاوب، وبالتالي هذه نوعا ما قد لا تؤتي نتائج مثمرة في الوضع الآني، لكننا قد نلمس في الربع الثالث أو الرابع من هذا العام إقبال ومنقطع النظير على الهواتف القابلة للطي، وبالتالي ستكون سامسونج ورديفاتها من الشركات التي تقدم هواتف قابلة للطي قادرة على اختراق السوق بشكل فعال من حيث هذا النوع من الأجهزة. أيضا سامسونج بالعام الماضي وأيضا في هذا الربع قدمت هواتف متوسطة وعالية القيمة، وبالتالي هذا النوع من الشريحة المتوسطة والعالية البريميوم فونز والهواتف ذات موجهة إلى الشريحة متوسطة الدخل أيضا هي نوعا ما تحدي من حيث إقبال الجمهور من هذه الفئتين على هذا النوع من الأجهزة ذات الكلفة الباهظة ولكن ذات القيمة العالية في نفس الوقت، وبالتالي هناك تحدي استراتيجي عند سامسونج ورديفاتها. هل ستقدم أجهزة ذات جودة عالية ولكن سعر متوسط أو سعر متدني حتى كما اعتادنا في السابق على سامسونج؟ فكانت سامسونج من الشركات التي كانت تقدم شريحة واسعة تغطي كافة احتياجات السوق من احتياجات الهواتف الرخيصة الثمن إلى المتوسطة إلى باهظة الثمن. في حالة أبل الكل يتوقع من أبل شيء مختلف، وبالتالي الكل مترقب ما هي ردة فعل أبل وهي تخسر حصة سوقية ربع يلي ربع من العوام. نعم. اليوم كيف تقيم قدرة الشركات الأخرى على منافسة كل من أبل وسامسونج في ظل تقديمها ميزات عالية الجودة ولكن بأسعار أقل؟ في الواقع ما زالت هناك شركات تقدم هواتف مميزة تنافس أبل وسامسونج، والكل يجد أن سوق الهواتف الخلوية يتسع للعديد من اللاعبين. التحدي أن تكون من الرائدين في المركز الأول والثاني والثالث إلى حد ما. ما زال الشركات الصينية في مرحلة متقدمة ومنافسة شرسة. أتوقع كما يتوقع العديد من المحللين أن تقوم الشركات الصينية شاومي وهواوي بالدرجة الأولى بأن تقدم تنافس كبير بنماذج ذكاء اصطناعي جدا قوي، وأيضا أن تقدم ابتكارات جديدة تروق للمستهلك ولكن بأسعار منافسة. يجب أن نركز على موضوع التسعير لأن الظروف الاقتصادية العامة إلى حد ما تولد نوع من التردد عند المستهلك من اقتناء هواتف باهظة الثمن، وخاصة أن منافسات أبل حتى اليوم لم تقدم أنظمة شراء بالتقسيط كما تقدم أبل بشكل مباشر حتى في السوق الأمريكي للمستهلكين بشكل مباشر. هناك في أسواق عالمية هناك أنظمة تقسيط تقدمها شركات
الاتصالات وليس شركة أبل مثلا بشكل مباشر أو شركة سامسونج بشكل مباشر، ولكن التقسيط من شركة أبل يعد نمط أيضا يشجع المستهلكين على اقتناء هواتف باهظة الثمن مع أقساط ميسرة إلى حد ما تساعدهم. لذلك التحدي أمام الجميع التي الشركات التي تنافس أبل وسامسونج هي أن تقدم تقنيات جديدة تعزز الذكاء الاصطناعي، بعد أن أصبحت الذكاء الاصطناعي هي البازورد، الكلمة الرائجة التي ينتظرها الجميع والتي في الواقع يجد أثرها بشكل ملموس. على سبيل المثال إذا يتسع الوقت، استخدام هواتف سامسونج الآن بتقنية سامسونج AI يقدم تقنيات جدا رائعة. إذا كنت اليوم أتحدث مع حضراتكم مثلا في اللغة العربية وأنتم تفهمون اللغة الفرنسية، الآن من خلال هواتف سامسونج بمكالمة هاتفية تستطيعون الاستماع إلى الترجمة الفورية لهذه المكالمة مباشرة باللغة التي تفضلونها، وبالتالي هذا يعد من التقنيات الجدا رائعة. إذا كنت الآن أتحدث في مكالمة مع أصدقاء أو زبائن في دولة أخرى لا يتحدثون نفس اللغة التي أتحدثها، تنجح بالفعل تقنية سامسونج AI الموجودة حاليا بالأسواق بين يدي المستهلكين إلى أن تقدم نموذج ذكي جدا ميسر جدا للتواصل. نعم. كل الشكر لك سيد محمد الخواجة المتخصص بالتحول الرقمي والتقنيات الذكية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام برنامج جلسة الأعمال، على أن يتجدد اللقاء بكم يوم غد في نفس الوقت الساعة 9:30. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.